الذين تدخلون قلت أشكر الإخوة الذين تدخلون جميعا في وفي على تفاعلهم مع العروض التي قدمت ومجموعة من الملاحظات الحقيقة تهم عروض ثلاثة لا تهم عرضا معين. باختصار شديد أقف عند بعض النقاط وربما هناك نقاط وقضايا أخرى سيتوقف عندها الأخوان سيضغطوا زيادة. مسألة الهيمنة السوسية والمعهد بغت أمينة حتى القضية هو فعلا يعني اللغة المعيارية اللي هذا المعهد فعلا فيها الهيمنة السوسية مقتش نكره غير واحد مسألة من ناحية العلمية أنا عندي واحد شوية مبادئ في اللسانيات من ناحية العلمية جميع اللغات في العالم ما كاينش شي لغة اللي هي نقية صافية بيغ صوت التداخل والدخل والتفاعل بين اللغات والتثاقف مسألة عادية وظاهرة عادية وصحية تغني اللغة. فاحنا الإخوان اللي باحثين حتى هم باحثين لسانيين في العلم قال لك الريفية فيها بزاف ديال الدخل فيها العربية فيها الإسبانيولية فيها البرتغالية فيها بزاف القرآن بنفسه مليء بالكلمات غير العربية. فلذلك لا أرى بأنه درنا لغة معيارية وحذفنا الدخل ما فيهاش لغة ما فيهاش دخل حالة صحية وعادية تاريخيا وعالميا. مسألة ديال المعهد مسألة ديال التمثيلية ما كايناش ما كاينش توازن بين الجهات كل صح كان في الأول التأسيس أنا حضرت بعض الاجتماعات في الأول بعد التأسيس كان من المقرر يدارو فروع المعهد ودار مراكز بحث واحد في الحسيمة كان مشروع واحد في خليفرة واحد في أكادير ولكن للأسف ما اتجهتش. فإذا أنا كنقول وكنأكد بأنه ما كاينش توازن ما كاينش مساواة بين الاهتمام بين الجهات. باختصار ربما السي مرزوق قد وضح مسائل أخرى أما التشبث باللغة النقية الصافية كنعتبرها أنا واحد من النوع من الأصولية اللغوية بكل صراحة. مسألة أخرى ديال الحداثة اللي طرحها الأستاذ حسين الأستاذ المنشوري فعلا احنا الأدب الأمازيغي الآن كاين انتقال من الشفوي إلى المكتوب من على المستوى الاجتماعي انتقال من الحياة البادية والبداوة إلى حياة المجتمع المدني والحضارة إلى آخره. التطور على المستوى يعني الحضاري الاجتماعي السياسي كيفرض تحول في الخطاب الأدبي وفي الخطاب الثقافي في الشعر وإن خدينا الشعر مثلا أنا درت دراسات وبحث في الشعر الأمازيغي في الريف وفي الرواية ولا في الكتابة القصصية للأسف مازال الخطاب ديالنا الأدبي لم يحدث هذه النقلة النوعية من الشفوي للمكتوب رغم أنه عندنا دواوين وروايات مكتوبة منشورة بالكتاب لكن ما تكفيش غير الكتابة خص واحد الوعي حضاري حداثي عميق كيحدث هذا التحول على مستوى اللغة الشعرية على مستوى الرؤية على مستوى الإيقاع الإيقاع في الشفوي في الشعر مازال كيخاطب الأذن دابا الآن الحداثة كتطلب أنه كنقراو الشعر بالعين كنتأملو إذا خص واحد التحول في الإيقاع في البنية في شكل الكتابة هذا الشيء مازال محدود كاين بعض المحاولات ولكن فضلا عن الرؤية الحضارية الحداثية اللي كنقصد بها العقلانية العلمانية التسامح الديمقراطية التكيف مع قيم العصر وحضارة العصر النزعة الإنسانية هذه مازال الحضور ديالها محدود في الرواية كتكتب رواية ولكن كتحضر الحكاية مازال ما تخلصناش من هيمنة الحكاية الشعبية في الرواية في الرواية واحد البنية كتابية جديدة كتنسجل مع مجتمع جديد التفاصيل ما غاديش غير واحد النقطة ربما سي الأخ اللي طرح قضية ديال ماشي ضروري ما كاين مشكل سي الإجازة